سيادة المطران جوزيف نافع، النائب البطريركي على نيابة إهدن صغرته، اليوم عم نشوف تعديل بالذبيحة الإلهية من أحد القيامة. تمت إضافة نصوص من العهد القديم على القداس. المؤمنين يعني مش عارفين حيثيات هيدا القرار، فشو هو إذا بتقدر تفسر لنا شوي عن هالتعديل؟ أول شيء الله معكم، تاني شغلي أنا بحب أقول مثل ما أنت قلتي، هي إضافة ما أنه تعديل، أنا ما غيرنا شيء، ولكن تم إضافة قراءة من العهد القديم على قراءات الأحد. هذا الموضوع بعرف أنه طارح كتير علامات استفهام، وكتار عم يقولوا إذا كان هو من تقليدنا ولا لا. بالحقيقة نحن ما نقلنا مثل ما البعض قالوا أنه عن الغرب عن اللاتين أنه هني بيقروا هذا الشيء، لا، أنا عملت دراسة شوي أكبر على تراثنا السرياني الماروني، وهون عنا وجهتين كما أقول نظريتين قراءتين لهالتقليد. البعض بيقول أنه بالأساس مبلا نحن كان حتى بقداسنا بتقليدنا في قراءة للعهد القديم بالقداس الماروني، والدليل على ذلك هو البركة اللي بيعطيها الكاهن وقت اللي بده يقرأ الرسالة بيقول له وبارك يا سيد، فبتكون البركة المجد لرب بولس والأنبياء والرسل. إذا كان الكاهن عم بيبارك ويقول على الأنبياء، هيدا دليل أنه الظاهر كان في قراءة للعهد القديم بتقليدنا وتراثنا. ولكن بجميع الأحوال نحن بنعرف أنه الموارني حتى لآخر الوقت لهلأ بعد ما بنقرأ العهد القديم بصلاة المساء، بصلاة الفرض صلاة المساء، وهون كان الحاجة خليني أقول الرعوية، بما أنه الناس ما بقى قادرة كل يوم تجي تصلي صلاة المساء وهن كانوا يصلوها يوميا، لأنه العمل الزراعي كانوا الناس يروحوا على الحقل بس تغيب الشمس بيجوا على الكنيسة، وللمعلومات كانوا يغسلوا إيديهم ووجهن وإجريهم حتى قدام باب الكنيسة، مشان هيك منشوف كتير أوقات بعد في جرن مي أو عين مي أو في هالجرن المي اللي اليوم بعدنا منحط إصبعنا ومنتبارك فيه اللي جاي من هيدا التقليد. فالناس بيرجعوا من الحقل بيغسلوا بيفوتوا يصلوا صلاة الستار. اليوم تغير سيستم حياتنا، الناس ما بقى قادرة كل يوم تجي تصلي هيدي صلاة، فغاب قراءة العهد القديم نهائيا عن شعبنا. كان لازم نرجع نلاقي مطرح أساسي الناس كلها عم تشارك فيه تندخل هالأصل الأساسي من الكتاب المقدس اللي هو العهد القديم، ارتقينا على الأحدات. طب اليوم حكينا عن يعني ذكرنا شوي من أهمية هالقراءات بالذبيحة الإلهية، إذا بدنا نضيف على هذا الموضوع شو أهميتها من الناحية الروحية أو الدينية غير الأمور يلي ذكرتها؟ شكرا. شعبنا كتير أوقات بيقول عنا العهد الجديد وخلص، ما حدا عم ينكر أهمية العهد الجديد والمتمحور حول شخص يسوع المسيح، بس شئنا أم أبينا كتابنا المقدس هو كتاب واحد منهم اثنين، بيبلش من أول سفر التكوين وبيخلص برؤية يوحنا، ما منقدر نهمل ولا شقفة منه، ما منقدر نقول أنا بدي هيدي ومش ما بدي هيديك، بس نفوت بهذه المنطق بدي وما بدي بيصير الواحد حتى بوقت المواقات قادر يلقط الإنجيل ويقول بدي هالصفحة ما بدي هالصفحة، ما فيه، هو وحدة متكاملة من أوله لآخره. وطبعا الكل بيعرف انه العهد القديم بيحضر مجيء المسيح وبيفهمني دور ورسالة يسوع، هيدي مقولة كل العالم بيعرفوها، ولكن ايضا بدنا نضيف عليها انه بالتعاليم اللي هي لحياتنا الروحية والاخلاقية والمسيحية وعلاقتنا مع الله، نعم في نصوص بالعهد القديم ما كرر يسوع او مرجع عمل نص مثل لانه موجودة والناس عم تقريها، يسوع بيقول أنا جئت حتى لكمل مش تألغي، فإذا إن نهمل هيدا القسم كون عم نشيل مبادئ أساسية من إيماننا ومن حياتنا المسيحية. بعطي مثل كتير بسيط، بعدنا لليوم نحن منرتل المزامير وهني أحلى ترتيب، هيدا جزء من العهد القديم مين بيقدر يلغي، فإذا لازم نتعرف على باقي الأمور حتى لتكتمل خليني نقول نظرتنا، ويكتمل كمان معرفتنا لكل شيء
علمنا إياه الله بوحي من روح القدس بحياتنا المسيحية. طب اليوم العهد القديم يعني إذا منشوف منسمعه منقراه منشوف إنه في هيك شوي أحداث مبهمة، أفكار بحاجة لتفسير أكثر من العهد الجديد يلي يمكن بالنسبة لنا نحن المؤمنين يلي منسمعهم بالقداس أوضح وأهين. طب اختيار هيدي النصوص تمت من يعني صار في نص تم اختياره، نص تاني ما اخترتوه، يعني على أي أساس تم هيدا الاختيار وكيف المؤمنين رح يقدروا يفهموا اليوم هيدي النصوص اللي هي صعبة؟ يلا أنا بدي جاوب صار لكن بشقين. أول شغلة، إذا كنا عم نقول وبوافق أنه نصوص بالعهد القديم بدها شرح، فإذا لازم تدخل على القداس حتى اللي تنشرح وإلا أي متى. فإذا إدخال هالقراءات هي أيضا تنترك مجال للكهنة أنهم يعملوا عظات عن هالنصوص ويوصلوها للناس وإلا ما بتوصل. فإذا هذا أول سبب. وبدي ضيف عليه شيء، انه النصوص ما لنا مبهمه، يعني بالمعنى مش انه هي نصوص اشكاليه، لا، شئنا ما بين العهد القديم هو اقدم من العهد الجديد بالزمن، بيرجع شيء 1000 سنة تقريبا لورا، لذلك النص تبعين وواتي بيستعمل لغه ما بقاتها كثير مفهومه لنا، وبالحقيقه ما بقاتها مفهومه لانه ما انوعظت، لو دخلت بالوعظ كنا لليوم بعدنا معودين على هاللغه، لذلك لازم نعبي هالفراغ ونرجع الكاهن يقدر يشرح النصوص للشعب. ولكن مثل ما تفضلتي وقلتي، وقت اللي تم اختيار هالنصوص للأحادات انحطت أسس. أولا أن نختار النصوص اللي ما فيها كتير إشكاليات بالفهم، نبلش نختار نصوص واضحة شوي قريبة يقدروا الناس أنهم يبلشوا يسمعوها ونفوت بهذا الجو. نعمل كمان أساس تاني، أنه طبعا كل نص من العهد القديم بده يكمل الرسالة والإنجيل، فإذا بده يكون في وحدة متكاملة مش أنه عم نقرأ شو مكان، وهيك بيكون النص كمان، خليني أقول هذا أساس تالت، عم يخدم الأحد أو الاحتفال أو العيد اللي نحنا عم نعيده. اهتمينا هون بشكل عملي انه القراءة تكون تقريبا 8 آيات، 7 10 منا مشكلة، بس انه ما تكون قراءات طويلة، تل قداس كمان يكون الوقت تبعينه بعده مقبول ونقدر نستوعب هالآيات اللي عم تنقرأ. ولكن ايضا كان الاهتمام انه نختار نصوص من كل الاسفار، تكوين، خروج، عدد، والانبياء كلهم سوا. بهالطريقة بيقدر الكاهن يمكن أول سنة يوعظ عن النص، بس كمان بمطرح تاني بيصير يقدر كمان يعرض للناس كل السفر، مين أشعيا، شو هو سفر أشعيا، شو هو سفر الخروج، شو بيفرقوا عن بعضهم، كيف بيكملوا بعضهم، تيصير عنا تنشئة متكاملة حول هذا الموضوع. وكل نص تم اختياره، بالحقيقة هيدي شغلة لازم ينبسطوا فيها الكهنة، اللجنة اللي كانت عم تختار النصوص كانت عم تقول لحالة إذا قدامي أنا هالنص بلاقي عظة مفيدة للناس حوالي ولا لا. فإذا كان العم أنه يكون النص رعوي بيبني الجماعة اللي عم تسمعه وعارفين نوعا ما شو التعليم اللي لازم نوصله من خلال هالقراءة. طب اليوم لكن ذكرنا الأسس يلي تم اختيار النصوص عليها، إذا منشوف الكتاب تبع النصوص هلأ كمان رح نرجع ناخد صورة لإله، هو مش هالكتاب الكبير يعني، بينما العهد القديم في كتير في كتير نصوص وغيره. حضرتك كنت باللجنة يلي اختارت النصوص، شو التحديات الداخلية يلي واجهتكم لاختيار النصوص لهالقد رحتوا من مطرح كبير لمطرح يمكن هادف، ما بعرف إذا بقدر سميه. أول شيء بدي أقول إنه اللجنة اللي اهتمت باختيار هالنصوص هي لجنة من اختصاصي الكتاب المقدس، وهي صارت جزء من اللجنة الليتورجية الأكبر. فإذا اللجنة الليتورجية وكلت لجنة كتابية بهذا الخيار، لذلك كل أعضاء اللجنة هن أساتذة الكتاب المقدس، ما كان عندنا خليني أقول صعوبة إن نختار النصوص نعرفهم كتير منيح. هي شغلة تانية، هل إنجاز أنا بدي أقول
نحن صرنا ناطرينه عشرات السنين من قبل، يعني اكثر من حدا من اختصاصي الكتاب المقدس حتى غيرنا كانوا عم يطالبوا الكنيسه انه لازم اجى الوقت انه نرجع نفوت. فبعتقد انه نضجت الفكره حتى قبل ما نبلش بالشغل، يعني وصلنا على اللجنه ونحن عم نقول كتر خير الله طلبوا منا. ما بتخيل انه كان صعب نختار. صحيح العهد القديم كبير، بس في نصوص الناس بتعرفها، خليني اقول عبور البحر الاحمر كل الناس بتعرفها، الخلق خطيه الاصليه، في نصوص بنستعملهم بالتعليم المسيحي كان من الضروره ان نفوت ونفوتهم على القراءات. مجرد انه فوتنا هون النصوص بالحقيقه كان اغلب الشغل انعمل، وبلشنا نكمل مثل ما قلت ناخذ اقله نص من كل سفر حتى اللي نحطهم. ما كان كتير صعب انه يصير الاختيار. قلت لنا انه الفكره تبلورت من قبل ما حتى تبلشوا على العمل عليها. كيف طلعت هذه الفكره؟ مين يلي اختارها؟ مين يلي اقترحها؟ وقديش ضليتوا تشتغلوا على الموضوع؟ اوكي، انا بدي اقول شغله، دائما كليه اللاهوت بالكاثوليك وبكرم سدي وباقي كليات اللاهوت اللي بتجمع هالاساتذه بالحقيقه دائما على فنجان القهوه منتسلى بانه نحكي بكنيستنا وبهمومها. فاذا شوي شوي سنه ورا سنه هالكلام كان عم يتبلور بيناتنا، وعم نحس دائما بيكون اذا بدك الحديث هو الهموم الكلاسيكيه، وهيدا المطرح اللي تبلورت فيه الفكره. ورغم هيك اللجنه بقيت 7 سنين تشتغل. ليش 7 سنين؟ بتقولي لي ممكن ينعمل بأقل، صح، ولكن وهون بدي وجه تحية لكل أعضاء اللجنة اللي ما بيكون عندهم شغل واحد، بيكون عندهم شي 100 شغل بدهم يعملوها، بيعلموا بالجامعة وهني مسؤولين برعيهم أو بأديارهم أو بمؤسسات أخرى. فالوقت اللي كان عم ينعطى هو تقريبا لقاء بالشهر، ما كان عندنا وقت أكتر من هيك، لذلك أخذ وقت. وكمان هالوقت بيخلي كل فكرة تنضج، ننقي نصوص ونقعد شهر نرجع نقراهم ونرجع نلتقى من بعد منا. هيدا شيء كان كتير منيح. 7 سنين قدرنا طلعنا الكتاب. يعني هالكتاب يلي طلعتوه ب7 سنين يلي النصوص بتنقرى بالأعياد وبالأحاد، ليش بس بالأعياد وبالأحاد؟ ولا لا، سببين. أول واحد عملي، 3 قراءات بدو يطول، نتفي القداس مش كتير ولكن بدو يطوله، فقلنا القداس اليومي إجمالا الناس بتكون جايين معنا وقت أقل، مفروض إنه نترك هالقداس مثل ما هو تالناس تقدر تروح على شغلها، يمكن هيدا الشيء العملي. ولكن لا، في شيء لاهوتي هو أعمى. القداس اليومي ما إنه مثل القداس الأحد. القداس الأساسي هو قداس يوم الرب اللي بتجتمع فيه كل الرعية وبتحتفل بذكرى أيام الرب يسوع. لذلك حتى منشوف أنه بالروبريكات الليتورجية دائما قداس الأحد مميز، في بقلبه زياح الإنجيل، في بقلبه تبخير اللي ما مضطرين نبخر كل يوم. دائما قداس الأحد لازم يضل مميز عن باقي القداسات، يضل هيدا النهار عنده قيمته بالنسبة لقلبه. فإذا تم إدخال هالقراءات على الأحد كمان هيدا القداس يصير هالقد مميز عن باقي القداسات الايام. هلا سيدنا ذكرت كمان انه بمده القداس يمكن بيصير اطول مع 3 قراءات. طب اليوم كمان العظه يعني هي رح تتعدى تتخطى يعني قصه العهد الجديد، رح كمان تدخل بالعهد القديم بشرح هيدا النص. في شيء ارشادات او توجيهات معينه على التوقيت ولا؟ بالحقيقه هيدا موضوع كور بياخدوه اللي عم يستعدوا للكهنوت بسنة الرعائية. أول شيء نحن دائما بنقول إنه العظة لازم تكون بحدود 7 دقائق، هذا الوقت المتعارف عليه عالميا، ونعمل دراسات ليش 7 دقائق إلى آخره. أنا اللي بدي أقوله نحن ما دخلنا قراءة العهد القديم تتصير العظة عن 3 قراءات، أكيد لا، ما بنقدر نعمل هذا الشيء. بس لبل رعويا حتى قلنا لازم يفوت نصوص العهد القديم، لانه الكاهن الرعية تنقول اللي بيقعد سنين برعية اذا دائما عم يوعظ عن الانجيل بيوصل لمطرح انه يمكن بحاجه لشيء ثاني، اوقات بنستصعب بدنا نوعظ عن الرساله لانه شوي اعمى. فاذا
دخول قراءة من العهد القديم تسمح له أنه يعمل عظة تانية. بقصد عظة رح بتكون على عهد جديد، عظة لازم تكون عن العهد القديم، عظة رح بتكون عن الرسالة، مش دايما لازم نخلطهم مع بعضهم، لذلك بيبقوا تبقى العظة هي ذاتها ما بتتعدى الوقت. بيبقى التوقيت كمان يعني محصور بالمبدأ، لازم توقيت العظة يكون بحدود 7 دقائق من 5 للـ10 بس ما يتخطى أكتر من هيك دايما. هيك يعني هلأ هيدي الأمور بشكل عام، بس بدي أدخل معك بالمحور الأخير. بنعرف أنه هيدي القراءة هي من التقليد الغربي. اليوم بس يدخل أي موضوع جديد أو تم إضافة أو أي تغيير معين بتلاقي هيك في نقزة منه أو مش الكل متقبلينه. أول فكرة، لأي مدى رح يأثر هيدي الإضافة على تقليدنا الشرقي؟ هون بدي ارجع اذكر باللي انا بلشت فيهم، انه هيدا التقليد منه نقل عن التقليد الغربي، بل هي دراسه على تقليدنا الماروني. وقلنا انه عنا دليل واللي هو بركه الكاهن على رب الانبياء والرسل، ذكر الانبياء انه نحن براينا كان هالتقليد موجود بقداسنا، فاذا نحن مش عم ننقل عن حدا، او على الاقل نحن اللي عملناه اذا ما كان في قراءه العهد القديم بالقداس الماروني، احنا اخذنا شقفه من صلاه المساء المارونيه وحطيناها بالقداس، فاذا نحن مش عم ننقل على حدا نهائيا. شغله ثانيه، نحن اسبوع الالام ما له وقت مارق، بتشوفي قد في قراءات عهد قديم بكل الاحتفالات برتبه القنديل بالوصول للمينا، فاذا نحن مش انه عم نجيب شيء ولا مره كان عنا اياه، لا هو موجود منا، لذلك ما بتخيل انه لازم يكون في نقزة، بالعكس اكيد هيدا غنى روحي مهم ان نعرف نستفيد منه. اليوم المؤمنين كيف الصدى تبعهم على هيدي الاضافة؟ في شيء تعليقات، في شيء معين عم بينقال، او حضرتك عم تسمع وعم يوصل لك؟ ابدا ابدا، كان ايجابي او سلبي؟ نحن بلشنا بهالقراءات بقداس العيد، مظبوط العيد، عيد القيامة، ما حسيت انه الناس برجع اقول، خاصه برجع اقول انه اسبوع الالام كان برتبه دفن المسيح عندنا 7 قراءات، يعني ما ابدا، بالعكس. وانا متاكد هون بدعي كل الاباء الكهني انه ياخذوا نتفه وقت وهالنص من العهد القديم يقربوه بالعظه للناس، يمكن على مدى سنه على الاقل. ما بتخيل ابدا يكون عندنا اي مشكل فيه، بالعكس هي ثقافه روحيه كثير مهمه لشعبنا. يعني انا اسئلتي بشكل عام هيدا كل شيء بدي اسال عنه، اذا بتحب تضيف اي شيء، اذا بتحب توجه رساله للمؤمنين بخصوص هيدا الموضوع كمان كاخر. اكيد مرحب. انا بدي اقول شغلتين، اول شيء هيدا الكتاب هو دليل قديش الكنيسه دائما ورشه عمل لا تتوقف، والهم فيها خير المؤمنين، ما عندنا هم تاني، لذلك كمان الناس لازم يعرفوا قديش كنيستهم بتفكر فيهم ليل نهار على كل الأصعدة، وهون على الصعيد الثقافي الديني والروحي. والشيء تاني اللي بدي أقوله إنه كتابنا المقدس هالقد غني، لذلك بدعي الناس إنه حقيقة يتقبلوا تمام هالخطوة الحلوة. بدي أقول إنه حتى كان عندنا اللجنة كان عندها هم إنه الناس ما يكون عندهم صعوبة، لذلك حطوا قبل كل قراءة حطوا بالأحمر مقدمة ليش تتم اختيارها وشو المعنى تبعينا. الكاهن مش رح يقريها بالقداس، لذلك حتى بدعي المؤمنين اللي بحب إنه يقتني الكتاب يحطه عنده، بيقدر هيك حتى يقرأ قبل ويقرأ المقدمة تبعينه، بيوصل على القداس جاهز أكتر، بيشارك أكتر، بيعمل تأمل ببيته، وهيك الإيد بالإيد نبني بعضنا بعض. السيادة المطران جوزيف نفاع، أنا بدي أشكرك على توضيحك اليوم وعلى الوقت يلي عطيتنا إياه، ونحن دايما أساسا مثل ما ذكرت أنه حضرتكم بتضلكم مشغولين كتير، وبعرف أن نعرف نحن خاصة صغيرة تشانل قديش حضرتك نشيط، وأي موضوع عنا إياه منلاقيك يعني المرجعية الصحيحة والدقيقة بالموضوع. شكر كبير لك.